عيون جل مغمرات يا حي مركب بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله وتوفيق الانطلاقة السادسة لأيضا المشتركات في هذا اليوم الجميل لصندوق الحلفة. بعد هذا الشوط ننتقل إلى مرحلة هناك 6 أشواط الصعوب اللي نتابع من خلالها أداء جميل سوف يكون حاضرا في هذا الميدان. شكرا أبو عبيد المدافع على التنظيم الرائع الجميل لهذا الصندوق. درب في مقدمة الشوط لعيسى من فارس الخاطري الذي تقدم مع درب الله، هذه الكلمة نفتخر فيها لأن أول من نطقتها في السباقات درب 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 وكل يعلمها، وهذه الآن أصبحت أسامي للهجن. درب عيسى بن فارس الخاطري، إبالة درب، إبالة نقطة ثمينة إلى ميدان السوان برأس الخيمة. الله المركز الثاني، المركز الثاني مبهر لمبارك بن سالم بن راشد السعدي. يا أبو سالم يا أبو سالم، النقلة القادمة، النقلة القادمة ونوى الدخول، الدخول مع جميل، جميل لمحمد بن علي الشدي المنصوري، جميل بالفعل ورأيه أيضا جميل. يتقدمون الشباب هناك المركز الرابع، الدخول مع أيضا انطلاقة هناك إشعار حميد بن عمر بن بخيت المنصوري مع شاهين. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى الأداء، عودتنا إلى التقدم اللي يصير هنا في عاصمة الميادين مع صندوق الحلفة للفطامين. الله 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 على كل شيء جميل. هنا مع المقدمة مع درب، مع درب يا ابو فارس، يا ابو فارس خليك فارس الميدان، خليك ايضا عيسى بن فارس الخاطري، ولكن اللي تقدم مبهر، مبهر للسعدي، مبهر لابو سالم، مبهر مبارك مبارك يا بن سالم يا بن راشد السعدي. الله الله الله. والمركز الثالث هناك ايضا الدخول مع اشعار الشدي جميل مع محمد بن علي الشدي، ولكن ركز لي مع الصدارة، ركز لي مع هنا مشاهدينا الصدارة ذهبت مع الخاطري. قلنا خاطر في نقطة، خاطر في سلام، سلام أيضا عيسى بن فارس الخاطري، سلام 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 لأرض القواسم الكرام بما هناك رأس الخيمة وميدان السوان. المركز الثاني مبهر لمبارك بن سالم بن راشد السعدي، المركز الثالث لمحمد بن علي المنصوري جميل. والتوقيت 2:20:92، 2:20:92. سلامي عليك يا أبو فارس، سلام عيسى بن فارس الخاطري مع درب ودرب، وحصل الدرب وحصل النور.